in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كملين معكم بسلسلة مبادئ علم الاحتمال. انهينا الحديث بالفيديوهات الماضية عن طرائق العد، وهلا وصلنا لنظرية الاحتمالات. حنبدأ هالفيديو بثلاث تعريف هن تعريف أساسية بعلم الاحتمال، اللي هن نظرية الاحتمالات، التجربة العشوائية، وفضاء العينة. نظرية الاحتمالات هي العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر العشوائية وتحليلها. التجربة العشوائية هي التجربة التي يمكن ملاحظتها وتحديد النتائج الممكنة قبل إجرائها مع عدم التأكد من وقوع إحدى هذه النتائج. فضاء العينة هو مجموعة كل النتائج الممكنة للتجربة العشوائية. رح ناخذ مثال نطبق عليه التعريف. مثال هو إلقاء حجر نرد أو قطعة نقود. أول شيء حنبلش بإلقاء حجر نرد. إلقاء حجر نرد رح يكون فضاء العينة حسب التعريف السابق هو 1 2 3 4 5 6. أما بتجربة إلقاء قطعة نقود ففضاء العينة حيكون إما صورة أو شعار. ننتقل لتعريف الحدث العشوائي. الحدث العشوائي هو مجموعة جزئية من فضاء العينة نرمز له عادة برمز كبير A, B, C إلى آخره. يقع الحدث العشوائي A إذا كانت نتيجة التجربة العشوائية عنصرا من A. رح نأخذ مثال على الحكي هذا. مثال اللي هو تجربة رمي حجر نرد. مثل ما قبل شوي حكينا، فتجربة رمي حجر نرد رح يكون فضاء العينة فيها 1 2 3 4 5 و6. ورح نأخذ الحدث A اللي هو حدث ظهور رقم فردي، وبالتالي رح يكون عناصر A على الشكل التالي 1 3 و5. إذا يقع A إذا وقعت أحد عناصره، بمعنى إذا رمينا حجر نرد وطلع معنا نتيجة 1 فمعناتها الحدث A وقع، وإذا رمينا حجر نرد وطلع معنا نتيجة 3 فكمان الحدث A وقع، وإذا رمينا حجر نرد وطلع معنا نتيجة 5 فأكيد حدث A وقع. Thank you.